بكم. الله يبارك فيك اخويا ونهار كبير. الله يحفظك. لقاك معك اخويا المهداوي. الله يحفظك. ومع اخونا الريسوني. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك اخويا. رجعتي للاهل. رجعتي للحريه. وهذه الحريه راه ما كيعرف بحقها غير اللي دق. اللي تحرم منها. اللي تحرم منها. واللي تحرم منها ظلما. ايه صحيح. هذه هي اللي قاصحه بزاف. تظلمش يا ولد. بزاف. عرفتي نقول لك واحد القضيه ماشي دابا انت بون كلشي ولكن راه شتي انت مع احترام القضاء انا عالجت بزاف د الملفات في حياتي من اغرب الملفات عرفتي ديك بعد العامين وبالاحرى الربعه عرفتي ربع سنين وشنو هو كتعطي راي في وزير عرفتي حسيت بحال عرفتي فين ولينا فين رجعنا يعني ميساج فيه الرعب فهمتي هذا هو اللي نقول بزاف في واحد ما عرف سالينا بحال ديك سالينا وما قلت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك ولا شي حاجه خايبه ولا بلي عطيت وزير عادل عطيت رايي واحد الملف اللي هو كبير اللي هو ديال اسكوبار الصحراء ناس معاه في الحزب قلت له ملي كيتشدوا معاك راه خصك تحط استقالتك انا نمشي معاك لا نمشي معاك هذا اللي نفترض عفوا ما كنتش موفق بعد التعديل ربع سنين 48 شهر الحبس ربع سنين اش هي لما كتعطي تورس 48 تسميش معاه شعل العام يمشي بنكا انا كي ربع سنين خولها خول بنكا ايه عرفتي شنو هي 48 ولكن كيف على سلامتك بعدا عموما وشكرا على الزياره لا شكر لكم جوج لا مرحبا وواحد الشكر كبير انا كنقولها وكان شوف انا ديما كنت ملكي وهذا وهو ان ملك البلاد انصفني برافو كيف انصف بزاف الناس اللي خرجوا الحمد لله بعد الاغلاط التي ارتكبت والملك انصف شوف بغيت نقول واحد الكلمه قبل ما نمشي على سليمان ضروري عطيني شي كلمه في حق الاستاذ النويطي هي الله جيت من عند انا والزوجه ديالي مشينا زرنا بالمناسبه الجمهور الكريم الزوجه الفاضيه ديال الاستاذ الطاوجني هي معنا حتى هي في الدار شكرا بزاف على الزياره وخصني نقول فيها واحد الكلمه يعني مراه من خير خلق الله ومراه فاضله وهي ولا حتى الاخ ديالك واحد الاخ عندك امين 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 وهذاك الاخ عندك العائلة كلها جندات تحية لك الله يلا أنا يلاه جيت من عند أنا والزوجة ديالي مشينا عند زوجة المرحوم الأستاذ عبد العزيز بن نويضي وشفنا ولده نبيل أش غادي نقول لكم هذاك السيد أنا عرفته في السجن أنا احتاج عندي السجن واحد من القامات كبيرة ديال المحاماة في المغرب سيد حقوقي سيد كيناضل على حرية القضاء وعلى بزاف الحوايج حتى كنسمع بانه توفى غير البارح هو واقف معايا في الجلسه في الاستئناف وكنسمع الصوت ديالو كان واقف في اليمين ديالي وكيترافع وكيتكلم ومن بعد كنسمع بانه توفى واخر الكلام ديالو كيتكلم على القضيه ديالي والله يرحمه في هذا النهار الله يرحمه ويوسع عليه اليوم بعدا واحد التوضيح باش اليوم انت كنتي من اللي دار نهج على شرفكم واحد من الاخوه وما تمكنتش باش نحضر وجيت للرباط على هذا الشيء على هذه القضيه الزوجه والابناء ديالي وجينا على اساس غادي نحضروا اليوم الصباح مشينا لواحد القهوه لان اللقاء كان مع 10 الصباح قال لي الدكتور غالي حنا 8 ونص مشينا لواحد القهوه نفطروا نص ساعه من بعد واحد التسمم غذائي وصفتنا للفراش سخانه سخانة غير دايزة ولكن الردان واحد الحالة وهذا مشينا للطبيب بالزربة عطانا شي أدوية والحمد لله ولكن للأسف ما قدرناش نكونوا معاكم في هذاك العرس وكانوا الإخوان كاملين وكنطلب الاعتذار من المنظمين لا ماشي مشكلة سولوا عليك الإخوان بزاف سليمان مرحبا بك سليمان الجميل وياه زيان دغيا كانت قاسية سليمان ولكن كان شوف كلمة حق تقال خليني انا نهضر شوية مرحبا لا كان صلبة الحمد لله انا عجبني شوف لا هو لا توفيق لا 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 عمر لا انت يا لا انا كيعجبني شوف الظلم كيطيح كيعجبك الانسان ملي كيواجه الظلم بشموخ وبأنابة وسليمان زعما كنحييه والله الا كنحييه لا دوز انا حضرت له المحاكمه شفتو كيفاش كيهضر قدام القاضي حضرت له وتبعت مساره وخذا واحد الاضراب عن الطعام ماراطوني يعني بكل ما عرفتي شنو هي معركه الامعاء الخاويه لشهور راه ما كيعرف داك الشيء غير دوزو صحيح انا دوزت 17 يوم شفت الموت هو راه وقيلا شفتي اعتقد 4 شهور 20 يوم واه شفتو كنتي كتاخذ ديك الساعه اعتراف طبيب المؤسسه دكتور سامي خاصني دكتور سامي ضريه السامي ياك ها؟
راجل محترم سامي الله يعمر هذا كان واحد تمتي السنة واش باقي كان جبتي راجل محترم بالإضافة أنه مسكين كان كيجي عندي يوميا كيجي يقول لي مرتي كتنوض تصلي قيام الليل في الفجر وكتدعي معاك ناري عاد تخرج عليه ناري ناري خرج تقاعد لا خرج تقاعد صافي خليها واحد الظاهرة نقول لك غريبة وكيجي إلا هضرتي بالموظف مزيان نقول له أنت طبيب أنت طبيب ديال المؤسسة هذاك البائس ديال تامك لا 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 ما تقولش كامل لا بائس لا 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 خلي خلي لا ماشي كنظن هو بعيد على هادشي تامك كان يشكك في كل حاجه كنديرو اي واحد ضامن معنا ضامن معنا الرئيس التونسي السابق البطل منصف المنزوقي خرج كيهاجمو ضامنوا معنا الناس خرج كيهاجمو هضره السيده ديالي عطيت تامك لا حول ولا قوه الا بالله ان القواعد والاخلاق قبل ما نتكلموا على القوانين تقتضي انت واحد الرجل سجان عطاوك هاد السيد في السدو لا ولكن واش تامك ولا شي واحدين في المركز انا نقول لك شوف في المندوبيه حيت انا سمعت وما اكدتش فيك ماشي هو كاين ناس وسط اداره السجون انا ماشي عراف ماشي كندافع عليه والله ما عارف دبر راسك ملي سولتيني انا ماشي عراف سولتيني على الاضراب وعلى الطبيب كان كيخرج بدك شي سميت طبيب المؤسسه كيدير شهادات انا هذا الراجل وصل كل نهار كيجي عندي هذا واحد دوزيام انا باش نوصل غير للرئيس الحي ماشي نوصل لمدير التسجيل قدامي اربعه ديال الابواب مغلقه ياك الثانيين كيجيو عندي جوج الحراس مع بعضياتهم واحد يراقب الاخر ثالثا اذا انت كتشك في الاداره ديالي طبعا الطاعات انت كتهزني يوميا كميشه وكتديني للسبيطار وانا على حافه الموت حتى رابعا الطبيب كيعترف انني انت كتجي انا كنعاني بالاضراب الطعام تشكك في اضراب الطعام كتكلم مرتي تشكك في نوايانا كيضمنوا معنا الناس كتهاجموا وانت سجل لا ولي خايبه هي الصوره ديال هذيك بعدا هذا هذه جريمه ما درتش انا تزمم هذيك الصوره بعدا هي جريمه ما درتش تزمم والله اكيد وريني في العالم اسوء سجون في العالم عمرك شفتي واحد كيغتسل وكيلو كيصور هذيك حشومه هذيك عموما بيننا وبينه شوف نحن بجهد الله والمناضلين في كتب التاريخ وهو الى مزبله التاريخ ما كاينش المسامحه لا في الله هو اداه اقول واحد الحكايه عمرني انا باغي من جبنا الهضره هو مجرد اداه مزيان قلت لي هو ماشي هو وانا هو مجرد اداه عموما لا انا مسامح الله يسمح له انا راه هذه ديال ولكن تاكد انا جاي من هذا النوع هذا التاريخ لا يغفر له تخيل نغفر له انا وتغفر له مرتي لا يغفر التاريخ انت حسبات كرفصتي لا انا نقول لك واحد الحكايه انت تعرفني انا عشت شامخا كل مراحل الاعتقاليه مضربا ميتا منهكا واقع دائما واقف انا تكرسموني مكرسي ما كي موظف كيلوس كي عندي بك والله العظيم سمح لينا والله العظيم كتقول انا مانيش بالعكس الله انت راجل طيب اداة تنفيذ انت مدراء ديال السجون كيطلبوا منك الاعتذار فيما كيلقى شي قلت ما فيهش الكاميرا كيطلب منك الاعتذار انا معليش حتى انت مجرد اداه ديال الناس الذين فضلوا شخصيا لا اظن انه شخصيا الاستاذ الله يجزيك بخير انت ماشي راه طاوشني انت كدير بيان كتوقع كومينيكي في الفيسبوك ماشي هو شخصيا لا انت شكون اللي صورني عليا انت مسؤول السجن شكون اللي مسؤول على السجن تامك دير كومينيكي وقول ماشي انا قول لا دايس كي صورته نعم قول فاطمه بنت الحسين صورها لا شوف عمو قول لي شي حاجه قول لي المخازنيه هو ما كاينش ولا ما كانش هو قول البومبي عم معنا ما كانش هو عاود قالت الدارجه ما كانش هو وخا مسؤول اسمع نقول لك كتقول دابا شي عماله اسمع نقول لك واش قريتي القانون انت؟ واش قريتي القانون؟ لما تبع المسؤوليه لما المؤسسه لما تبع بلاتي غنشرحوا لك السيد حنا شو دابا حنا نجدروا عرفتي فين طلعوا انا وياك شنو نجدروا انا وياك نجدروا ماشي دابا نجدروا انا اسامه الشيء اللي مسميات علاش دابا غنتفاهموا دابا راه في الدار ديالك هذه هي وقعت لي شي انا انت المسؤول ايوا حتى انا المسؤول ايوا وانا انا راه حتى هو ماشي مسؤول هو ماشي مسؤول صعب حتى هكا اذا نسالات الهضره ملي قلت لك الهضره صعب اذا ماشي هو انا غنقول لك انا نقول لك صافي ملي قلت لي انه ماشي مسؤول السجون صافي انت هكا لا ظاهريا المسؤول انا وجهه نظري هذا راي شوف هذه البلاد راه حتى الراي مصيبه مابقاش كنقولوا هو اللي كيتحكم هذا بربع سنين على رايي يا صاحبي فين وصلنا دابا التالك ظاهريا والوراق وكذا شوف حكم تجربتي المتواضعه باش نعطيك شنو تعلمت انا علاش تقدر تلقى قياده هذا مثال القايد وكتلقى اللي كيجيري القياده هو الخليفه واحيانا كتلقى شي رئيس مصلحه كيجيري شي حاجه ثق فيا نقول لك في هذه البلاد السعيده احيانا هو الوراق ظاهري المسؤوليه كاين اللي تيكون تجاري هو يقدر انت ما كنجي
حيت دابا هو التامك ما نساش حضوره كعضو منطقه جنوبيه في اطار المؤسسات في اطار الحكم الذاتي في اطار حاضر هذا البعد فيه، ولكن واش التامك غيجي زعما السجون غتدبرها وياخذ قرار كذا في اعتقادك انت؟ مسؤوليه ديالو سياسيه. انت كتكلم انت يعني اللي كتقول انت لا مسؤوليه سياسيه كاينه عندي قانونيه اداريه هو حاولي اختلفنا لا ما مختلفينش انا وياك. دابا شوف انا كنتكلم لك في الظاهر، دابا افترضوا جدل اننا في دوله ديمقراطيه، لا بغيت ندي علم من عندي تامك ياك هو يجي يقول لك حقا ماشي انا، اما انا الحدود الان شكون اللي مسؤول على السجن هو؟ تغدعي دابا؟ لا لا والله حتى الله ما ندعيش لا اداه. شو انا باغي لك واحد القضيه قدام، ما عرفتش واخا المقام ما كيسمحش في هذا ولكن ما عرفتش غير هذه القضيه ديالك قدام دابا رضا وقدام الاسره ديالك الكريمه والاسره ديال السي رضا وهذا الحضور معنا الكريم. القضيه ديالك خلقت واحد الاستفاف جوج المعسكرين وبالاخص ما عرفتش لاش ناضولك هاد البارح والبارح والتالي خرجوا من ازيرو. واش تقبل الا اقترحت عليك انا نديرو شي مناظره مثلا جهه اخرى نشوفو مع الاستاذ القلاع ولا الاستاذ الطاوسي ولا كذا، واش تقبل نديرو مناظره في قضيتك دابا نكون فاهمين ندير مناظره؟ قاعد دابا نعرضو جميع كلشي ونتكلم. شوف دابا شوف شنو غندير معاك قريب عيط الاستاذ القلاع بس ما لا ما غنديش ولا غندير بيني وبينها باش تلا قالت لي لا اخ شوف هاد القضيه ديالك خالقه واحد الا قبلتش نتمنى بس حيت المغاربه كل واحد واش كيقول مرحبا، ولكن احسن يعني اجابه على هذه القضيه هو تكون واحد المناظره واخا نتمنى صادقا با هذا عمل مخير غديرو وغير مصبوط اعتقد ومستعد مستعد ديما غير يكون مستعد. وهي شنو المشكل ديالها استاذ؟ هي رئيسه ديال الجمعيه ديال كيسوني ولكن شوف ولا ما قبلش الاستاذ قلاع على كل احترام وتقبل رئيسه الجمعيه. اه ما تقبلش يدير فيك ملي كتهضر بحال كتهضر وتهضر. الو السلام عليكم استاذ قلاع لاباس؟ شوفي انا كنسجل واحد الحلقه ياكي انا معك حميد المهداوي الصحفي ديال موقع بديل واقترحت واحد الاقتراح على الاستاذ الريسوني جا عندي دابا هو وشي اخوان الاستاذ طاوجني على زياره عائليه وعلى ضوها فتحنا هذا النقاش القضيه. قلت له شو واحد القضيه؟ قلت له علاش ما نديروش مناظره انت والاستاذ القلاع باش نعرفوا شكون المناظره تكون هكا وحنا نتشرفوا بالاداره ديالها. هو قال لي انا مستعد. قلت له بلاتي نعيط الاستاذ القلاع. انت سيدي برافو ليك استاذه. شوف نديروا مناظره وان شاء الله. شو التاريخ اللي يناسبكم استاذه؟ نديروها الى الا نتفقوا عليها نديروها في 25 25 شوف ان 25 غادي يكون هو لو 25 جات بالحد صحيح اللي يديروها تبارلور شنو قلت له ياك عرفت. شوف واحد القضيه نديروها غدا مرحبا نديروها غدا في الصباح صافي هانت بصحتك يا استاذه بالصحه بالصحه وراحه يا استاذه. دونك هانت شوف يا استاذه نديرو لو 25 حنا اتفقنا في لو 25 لا نديرو انت حضوري سي سليمان بيان سور ها بيان سور مناظره قلتي صافي مادام قبلتي غير باش دابا يتسمع مادام ها انت هي الاستاذ انا قلت ما نديرش الفرو الا لا دابا هي قبلت لا لا دابا قبلت صافي هو كيسمعك يا استاذ قلاع دونك مناظره قال لك حضوريه ما عنده مشكل. لا لا من الارواح فتكوني حضوريه باش تكون مزيان على هذا هذا اقتراحنا صافي. غابة وي داكور عافاك الا ما غيش سجلي الاستاذ عندك باش لو 25 صافي لو 25 معليش عشيه واخا اوكي مرحبا صافي شكرا استاذ قلاع شكرا تحيه لك استاذ مرحبا سلامك 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 سلامك.
ملي قالت لنا اوكي سمعوها الناس ما كاين مشكل وكنحييها برافو ليها حتى هي مستعده تناقش مزيان باش نحسموا هذا النقاش لراي العام. استاذ القلاعها شنو هذا النقاش هذا خلق جدل كله واش كيقول باش تعرفوا هذا السيد واش مظلوم بحال دابا انا والله العظيم ما كنبغيش نهضر البارح شفت فيديو راه يضرك الانسان يعاود شي حاجه ولا ما كانش صحيح انا باش ما نقول واخا انا كتعرف انا موقفي من قضيتك واه ما تعبرش على موقفك دابا انت كل محايد لا شوف وما نسمحلكش يا سيدي فوالا شوف المناظرة ما غنتعاتقش معاك انا كنقول لك اذا تقنيا مزيان دابا تقنيا غناقشوا التنفيذ هادشي انت تقنيه المناظره انا جو بروبوز كنقترح انت ما عندك ما تقترح انا الصحفي لا مزيان اقترح لا تقترح عليا واش تقبلتي المناظره لا واش تقبلتي المناظره صافي انتهى الكلام واش انت الصحفي ولا انا وين انا اش غندير معاه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله تكون بس نتشامك معك تشامك يقول لك ولكن شوف انا بس خلود معك انا غير بخصوص خاصك تدور الاصداق ولا خاصك تدور الاصداق انت تدور البشره انت لا لا يا خلي بخصوص تشامك من اطيب خلق الله ياك عرفتوك مين في الصحراء هذه واحد 25 هذا رايه ما تقول شكل لا رايي ديالي هذه واحد 25 عام ياك انسان خلوق طيب متواضع فهمتيني دابا واش داروا ليه الروايد واش تخشى ولا هو اللي مسؤول ماشي انا عطيتكم رايي وشنو شهدت عليه في الشخص ماشي في الموظف دابا كنتكلم على الشخص صافي هذه واحد الاضافه لا معقوله انا شوف حنا ما كنتكلموش في التحولات قالوا صحابه راه معاويه راه ما عرفتش كان كيدير فيه ولا حنا كنتكلموا على واحد الحاله اللي عيا هي فوالا انت درتي سليمان راه كاين عندك الحق حاجه بلي وواحد فوق كيلاق شي مزاويه قالوا راه مسؤوليه الحاله انا كنتكلم في حاله باش ما نبقوش نتوهوا النقاش ما نبقوش نتوهوا النقاش انا كنتكلم في حاله كون كنا في دور الحق ممكن يكون في السجن كيفاش تصور تسيلو كيغتسل حنا كيفاش الناس كيخرجوا للدار ما كتسبوا لا انا كنقولها لك هذاك خرق حقوقي داروه معاك خطير جدا انا على مسؤوليتي باش تصور انسان عريان وسجين صاحبي لا شوف دايره هو ما دارش انت كتشوف مادام قبلت الثاني ما دارش يعاقبش ما دارش لا مادام قبلت تقول خاصك تحمل المسؤوليه سواء داروك ولا درتي راسك ولا داروك انت اللي كتحمل المسؤوليه وشوف انا كتقول لي انت قال انت صدرتي الحكم انا نقدر نقول كيقول لك واحد قول لا جا التليفون انا ما سوقش انا ما كنتش حاضر جا التليفون ولكن كيبان لي كاين شطر في المحاكمه كاين يعني ما كاينش ظروف ولا شروط محاكمه العادله غتقول لي انا ما كنعرفش اخويا واش قول لي عشيه ديال الحوت كواري ضربتي شي حوت كواري فين لا لا كيدير كيدير الحبوبه انت بتاعنا انت ما كاينش حوت كواري هي كلوش لا لا تخرج بالله لا ما دابا ما كيطيحش ليها واه شحال ضرب ديال حوت كواري واش الله يصحح لا والله خليه الراجل بالعكس خلي شي مشكله بلاش واش كليتي انا نقول لك واحد الباط صفار مطحون كيطحنوا الراس عرفتو كليت واحد البره ما عجبنيش عرفتي علاش ويلي ويلي خلي ساكت انا كنت شاد ليك والله انا كتبت رساله احتجاج لتامك على الاكل وانا كنت عايش كنفطر وكنتغدى وكنتعشى بخمسه د الحاجات لا غير ما كنتهم كتجيني كنرضى ما عمري كليتها وكي كتاكل كناكل الخيار وماطيشه والليمون والتفاح والبنان كنفطر بهم نتغدى بهم نتعشى بهم ست شهور يوميا ست شهور علاه خرجتي زوين والله الا خرجت واعر بالله